تحت شعار البصرة تقرأ انطلقت فعاليات معرض البصرة الدولي للكتاب بدورته الأولى بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية وأجنبية. إقامة المعرض جاءت بطلب من مثقفي وكتاب محافظة البصرة في محاولة لإحياء الإرث الثقافي الكبير الذي تميزت به البصرة طوال عصورها الممتدة لأكثر من 1400 عام. الحقيقة هذا أول مرة يصير معرض في محافظة البصرة، والبصرة لا بدون تعريف مدينة السياب والخليل، فالحقيقة فرصة عظيمة أن تلتقي فيها في البصرة الفيحاء، في مدينة الشعر والأدب، كل هذه القامات الثقافية اللي من بغداد ومن العراق وحتى من الدول العربية، دور النشر، الحركة الثقافية للجمهور البصري. أشوف أنا جاي أشعر إقبال الشباب، وأكو حركة يعني ممتازة نفرح بها إحنا. الهدف، الثقافة موجودة، الثقافة تتحرك، كثير من المثقفين لا ينفكون من شراء الكتب ومن متابعة العناوين ومتابعة التطور الحاصل أيضا بالتقنيات. الآن المدينة مثل ما تشوفون تأثير هذه الفعالية أو العرس، حقيقة العرس الثقافي بعد كورونا. وشهد المعرض مشاركة أكثر من مليون عنوان كتاب، فضلاً عن اشتماله على العديد من الفعاليات والجلسات الأدبية وورش العمل التي تناولت مختلف ميادين الإبداع الفكري والثقافي بحضور نخبة من الكتاب والمفكرين. المعرض يشكل حالة من أو نسميها ثورة أو انتفاضة كبيرة بوجه الضياع، بوجه الأمية، بوجه الجهل، بوجه التخلف الذي غزا العراق. هذا المعرض بحد ذاته هو قفزة نوعية في سماء البصرة المتجدد أصلاً، لأن البصرة مدينة التجدد والعطاء والحب والفن. المعرض بشكل عام، معارض الكتب، المراكز الثقافية، شيء جيد حتى اختلاف الثقافات. اليوم في معرض البصرة الدولي للكتاب شفنا أكثر من دور نشر كذلك من جهة مختلفة البلدان العربية والأجنبية، هذا شيء جيد. أنا جيت من القاهرة مخصوص طبعاً لمعرض البصرة. جميل جداً أني أكون في بداية معرض البصرة الأول للكتاب، فأنا حابة أن أنا كنت أشارك في أول دورة فيه. يعني الحقيقة فكرة أن يكون في كل بلد دار، في كل بلد معرض دولي للكتاب، أنا أحبذها جداً وأتمناها في ظل سيطرة الإنترنت والميديا، فالكتاب الورقي يكاد يكون بيندثر، فاحنا عايزين يعني نعمل له انتعاشه يعني. المعرض الذي يستمر حتى 30 من تشرين الاول وحمل اسم الشاعر الكبير بدر شاكر السياب يمثل رساله عن مكانه مدينه البصره كحاضنه للثقافه والفكر ومعقلا للعلم والادب عبر تاريخها، واهميه ذلك في استنهاض الحركه المعرفيه التي ينبغي ان تكون امتدادا لذلك التاريخ ووسيله لصناعه الوعي لدى الجيل الحالي.